الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، من هنا نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية، حيث أننا ننقل على حضراتكم وقايع هذا السباق في هذا المساء. سن الإذاعة لأصحاب السمو والشيوخ مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة واهتمام من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ولي عهد دبي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في هذا المهرجان في دانة الدنيا دبي. مرحبا باللي يتابع واللي باللي حاضر. نسير بكم مع الشوط الأول، والشوط الأول مخصص للإذاعة البكار لأصحاب السمو والشيوخ. مسافتنا 6 كيلومتر، جوائزنا من المركز الاول حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق للجميع. يتضمن في هذه الفترة المسائية على 13 شوط مفرغة ما بين البكار وما بين الجعدان. مباشرة نروح مع مقدمة هذا الشوط مع الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. شواهين على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة مضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث الوذبة لهجن الرياسة بقيادة مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع هملولة في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة مضمر راشد بن محمد بسم المنصور. المركز السادس الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز السابع هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز التاسع والعاشر الشاهينية، والشاهينية والملكية تعود لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. نرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. أرى الشاهينية تغير بهذا الشعار، الشعار الحمر، شعار هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط بإدارة وتضمير المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هنا شعار هجن العاصفة على المركز الثاني مع الشاهينية بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثالث هملولة، وهملولة قادم الظاهر الظافر بهملولتين على المركز الثالث والرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس الوذبة لهجن الرياسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز السادس الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز السابع الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الثامن أيضا الشاهينية لهجن العاصفة. المركز التاسع الشاهينية لهجن العاصفة، والثلاث بقيادة المضمر غياث الهلالي. ناخذ اللي في المركز العاشر شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه يا سلام بوسعيد مع الأول ومع المركز العاشر بهذا الأداء بهجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط. الشاهينية لا زالت مسيطرة، لكن الشاهينية هجن العاصفة بدأت تشكل خطورة على مقدمة هذا الشوط، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني الشاهينية لهجن
الرئاسة بقيادة مضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري هنا هملولة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الرابع أيضا هملولة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الخامس الوذبة لهجن الرئاسة بقيادة مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وفي المركز السادس الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري وفي المركز السابع والثامن والتاسع لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي هجن الشحانية قادمة في هذه اللحظات مع أجيال بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. هذه النتيجة نرجع إلى العاصمة وهجنها إلى الشعار الملكي على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. يا سلام على هذا الأداء المتميز. هاي الشاهينية على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرئاسة ولا هملولة على المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. الوثبة على المركز الثالث لهجن الرئاسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام العاصفة قادمة مع الشاهينية إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بدأت تتسلل بدأت تغير تنتقل إلى المركز الثاني عينها على المركز الأول بدأت تتسلل تغير تندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. يلا يا أخوان يا مضمرين هم اللي بيحرك اللي بيفتح سماعة اللي بيحرك لالي. الميدان مفتوح والاتجاه الى المنصة الرئيسية والى خط النهاية الكيلومتر الاخير بقيادة هجن العاصفة بقيادة الشاهينية والشاهينية. المركز الاول والثاني بقيادة المضمر غياث الهلالي وصلت على المركز الثالث. اجيال غادمة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. هجن الرئاسة على المركز الرابع مع الوذبة. نرجع إلى المقدمة نرجع إلى الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. الذهبي قادم مع أجيال الذهبي لهجن الشحانية بهذا الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. السلام الوذبة قادمة الوذبة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أجيال إلى الفوز إلى الناموس إلى دولة قطر إلى أهالي الشحانية. هاي أجيال لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. بدأت تغترب من المنصة الرئيسية تغترب من خط النهاية. سلام يا هجن الشحانية سلام يا دولة قطر. تهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فوران المري. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الثالث الوذبة لهجن الرئاسة. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الخامس أيضا الشاهينية لهجن العاصفة. هذه النتيجة شاهدت ويانا أيها الحبل الكريم مشاهدين الكرام. أجيال وهي تخطف المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق في زمن وغدرة. 8 دقائق 49
ثانية وجزئين من الثانية تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فوران المري، تهانينا لهجن الشحانية على هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز في سن الإذاعة. المركز الثاني الذي وصلت في المركز الثاني الشاهينية قاطعة مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 6 دقائق 51 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والذي وصلت في المركز الثالث الشاهينية 8 دقائق 51 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي، تهانينا للجميع والناموس.